مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتؤكد أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف لاحتواء الموقف. طهران تحذر إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم أكبر إذا ردت على الهجوم الإيراني، وواشنطن تؤكد أنها ساعدت إسرائيل في إسقاط المسيرات والصواريخ. في اليوم 191 من الحرب الإسرائيلية شهداء وجرحى في غارات متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق، وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة. وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها. حذرت إيران إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم أكبر إذا ردت على الهجوم الذي شنته طهران خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ. وأضافت طهران أن حذرت واشنطن أيضا من عواقب دعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضدها. وأفاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر، لكنه أشار إلى أن بلاده لا تخطط ولا تسعى لاستهداف القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة. أعادت إسرائيل فتح مجالها الجوي بعد غلقه نتيجة للهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين كبار بها قبل نحو أسبوعين. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل قد تجاوزت $1 مليار. تطور خطير يشهده العالم والمنطقة مع أول هجوم مباشر من نوعه تشنه إيران ضد إسرائيل، ما يؤكد من جديد المخاوف نحو اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
إيران نفذت هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل في هجوم وصفته طهران بأنه رد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وتسبب بمقتل 16 إيرانيا. الهجوم الإيراني شارك به أيضا حلفاء لإيران، حيث أطلق حزب الله اللبناني صواريخ كاتيوشا في اتجاه الجولان، كما أطلقت قوات الحوثي مسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. ورغم تنديد دول عدة بالهجوم، إلا أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت أن العمل العسكري الإيراني تم تنفيذه على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع عن النفس، وكان رداً على العدوان الإسرائيلي على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق. الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن أن إيران أطلقت عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل، مضيفاً أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، وأشار إلى أن عدداً من الصواريخ الإيرانية سقط في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية. حدة التوتر بين إيران وإسرائيل ارتفعت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يزيد من احتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة. هذا وتوالت ردود الفعل العالمية بعد إطلاق إيران عشرة الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الخصمين الإقليميين. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران. قال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس الأمريكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية، فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة. وأعلن بايدن أن القوات الأمريكية قد ساعدت في إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا، ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي اتصالات بقادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني، فضلا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنسيق الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات.
أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث الوضع في الشرق الأوسط. وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جيلعاد أردان في رسالة موجهة إلى المجلس أن الهجوم الإيراني هو تصعيد شديد وخطير. دعت إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى اجتماع عبر الفيديو كونفرنس لزعماء دول المجموعة لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل. أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن قلقها العميق إزاء اضطرابات الأوضاع في المنطقة، مشيرة إلى تواصل العمل لتجنب التصعيد. دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل، وأكد بوريل أن هدف الاجتماع مناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل والمساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة. أكدت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوتهانزا أنها ستعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى غد الاثنين على الأقل، وذلك في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط. أضافت الشركة أيضا، والتي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، أنها ستعمل أيضا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل القريب. كانت الشركة قد أكدت بالفعل الجمعة الماضية أنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 من إبريل، وأنها تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال هذه الفترة. أكد رئيس هيئة الطيران المدني الأردني هيثم مستو أن الأوضاع الجوية في سماء المملكة عادت لطبيعتها، وتم استئناف حركة الطيران الدولية في عموم مطارات الأردن. وأشار رئيس هيئة الطيران المدني الأردني إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لاستقبال ومغادرة جميع الطائرات الدولية من وإلى الأردن ومطاراته الدولية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي. ولفت رئيس الهيئة إلى أن قرار الإغلاق السابق الذي اتخذه الأردن بإغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء كان مؤقتا واحترازيا في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، مؤكدا أنه مع زوال المخاطر عادت الأمور إلى مسارها الطبيعي. أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي إعادة فتح الأجواء العراقية بعد ساعات من إغلاقها نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل. ذكرت سلطة الطيران أنه تم فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، مؤكدة أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق. ترأس الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اجتماعا طارئا لمناقشة التأثير الاقتصادي والأمني للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها إيران على إسرائيل. وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن الاجتماع شهد الاتفاق على مراقبة تأثير التوترات المتصاعدة على أسعار النفط العالمية وتحركات أسعار الصرف والاستجابة بسرعة لتأثيره على الاقتصاد في ضوء عدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد العالمي الناجم عن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ. من جهتها أكدت وزارة الطيران المدني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. وشددت الوزارة على أن المجال الجوي المصري وكذلك الحركة الجوية يعملان وبشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة
الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية، ما عدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، وبالإضافة إلى مدفعيته على قطاع غزة في اليوم 191 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي 33,729 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن حركة حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين. أضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة بكامل قوتها. غزة اتدمرت، ما بقاليش حاجة. أعدت أسرة النازحة في قطاع غزة خيمة مصنوعة من علب الطعام. ويستخدم النازحون القادمون من شمال القطاع هذه الخيمة كمأوى. إرادة وصمود، قصة شعب يحمل رغم مآسي الحرب الغاشمة روح الابتكار. هذه الخيمة المصنوعة من علب الطعام تحمل رسالة للعالم، وتخفي في ثناياها حكاية أسرة نازحة تقطعت بها السبل جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كل قصة من هذه المعلبات لها قصة وحكاية لكل نازح في قطاع غزة. والصور اللي موجودة احنا علقناهم في يوم افتتاح الخيمة، طبعا كل صورة بتتحدث عن قصة معاناة في فترة الحرب وما قبل الحرب. احنا طبعا عشنا الهجرة والنكسة، واحنا اليوم بنعيش النزوع، فجبنا مجموعة من الصور بترجم حالة المعاناة وحالة الحرب والمأساة اللي احنا بنعيشها. دير البلح تشهد خيمة فريدة تزينت بلافتات دعم باللغتين العربية والإنجليزية تدعو لإنهاء الحرب التي طال أمدها. جاتنا فكرة أنه نعمل إشي نوصل فيه رسائل للعالم. كان قدامنا مجموعة من المعلبات اللي هي معونات تقدم لأهالي قطاع غزة، علب الفول وعلب الحمص وعلب الفاصوليا والبازيلا. قررنا نعمل منهم إشي، فأخذنا هذه العلب على أساس نعمل خيمة. بتكاتف الأطفال والشباب والمرة، أصبحت الخيمة المصنوعة من العلب بمثابة مزار للسكان ومأوى للنازحين القادمين من شمال القطاع المدمر. قررنا أنه نلتقي كفريق فيها، نفكر بصوت عالي مع بعض، نخرج بمبادراتنا بمشاريعنا، ننطلق من هاي الخيمة لفعالياتنا ومبادراتنا. كمان ممكن نستضيف أي حد من الإخوة النازحين من الشمال، إن لو إجا بشكل متأثر نستضيف في داخل الخيمة لمدة يوم يومين عبين ما نوفر له مكان كنشاط يعني، أو تقديم خدمات معنوية للناس بشكل يعني بشكل ملموس أو مساهمة منا، إنه نستضيف أي أسرة نازحة بشكل عاجل لحين توفير لها مكان. المساعدات الإنسانية تعتمد على المعلبات التي باتت الوجهة الرئيسية في كل خيمة مع نقص المواد الغذائية وقلة الإمكانيات. المعلبات صرنا حياتنا اليومية كل يوم فيها، صرنا نعمل فول، صرنا نعمل لحمة، صرنا نعمل
فاصوليا، مع انه الفاصوليا فيها مواد حافظه مش صحيه كثير، بس صرنا نضطر نعملها لانه مش موجود شيء غير المعلبات. ومره لما كنت ماشيه شفت خيمه المعلبات هذه بتعبر عن نزوحنا وعن معاناه الشعب الفلسطيني. ابداع الشعب الفلسطيني ليس له حدود، من رحم المعاناه يصنع الحياه، ليؤكد في رساله للعالم بانه شعب يستحق دوله فلسطينيه، وان العوده حتميه والخيمه مجرد مرحله. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال. حملت الخارجية حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الدعوات التحريضية باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين ومن يقف خلفهم، وبالإضافة إلى تقديمهم للعدالة الدولية. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات واستقبال الجرحى. المزيد حول حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ننقل لكم الصورة الخاصة بإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. بالطبع هذه المساعدات من مواد غذائية ومستلزمات طبية تصطف على جانبي الطريق في رفح والشيخ زويد والعريش. من أمام بوابة رفح سنستعرض لكم الآن هذه يعني الشاحنات المتواجدة والتي يتم إدخالها إلى الأشقاء في قطاع غزة. هذه الشاحنات بالطبع من مواد غذائية، مستلزمات طبية وغيرها من المواد الإعاشية المختلفة مثل الخيام. بالطبع هناك أيضا بعض هذه الشاحنات التي تأتي عبر مطار العريش الدولي. هذه الشاحنات أيضا محملة بعدد كبير من الأطنان الخاصة بالمواد المستخدمة للأطفال وللقطاع الصحي وغيرها من المواد الإعاشية للأشقاء في قطاع غزة. أتحدث عن مئات الشاحنات التي تدخل يوميا عبر بوابة معبر رفح المصرية أو تدخل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. يتم التدقيق في هذه الشاحنات ودائما ما تعرقل قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات، فنرصد بالطبع يعني استمرار للمجهودات المصرية لدخول هذه الشاحنات. بالطبع بعد الأحداث والتطورات التي حدثت بالأمس في الشرق الأوسط والتطورات التي حدثت بين إيران وقوات الاحتلال، كان هناك تصور بأن هذه الشاحنات سيتم عرقلتها زيادة عن المعتاد، إلا أن المجهودات المصرية ما زالت مستمرة لإدخال هذه الشاحنات من الجانب المصري واستمرار على
إصرار على دخول هذه الشاحنات. هذه الشاحنات بالطبع تدخل ويتم التدقيق فيها إما في معبر العوجة وتعود بعد ذلك لمعبر رفح وكرم أبو سالم. من أهم الشاحنات أيضا التي تدخل هي شاحنات الغاز، ودخلت بالفعل عدد كبير من هذه الشاحنات ويتم استخدامها بالطبع في المستشفيات والأماكن الحيوية. بالإضافة لذلك أيضا خروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، فيخرج أيضا متوسطات يومية ما بين 15 إلى 30 مصابا تقريبا يوميا يخرجون ليتلقوا العلاج في مستشفيات العريش وبئر العبد وغيرها من المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن المجهودات الدبلوماسية من الناحية المصرية للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. وكانت هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدة الإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. تتضمن هذه القافلة أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده من أجل إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل مدن القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويسعى التحالف الوطني من خلال قوافله المتعددة التي أطلقها منذ اندلاع الأزمة لتخفيف الحصار ومواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء وانهيار القطاع الصحي. يعني طبعا ده المرة السادسة لينا في القوافل المتوجهة لغزة. كل مرة طبعا بيبقى في معنا عربيات كتير وتريلات كتير فيهم بطاطين وفيهم أدوية وفيهم مستلزمات طبية. تنسيق مع التحالف الوطني بنحاول نقدم لأهلنا في فلسطين أقرب وأسرع حاجة، ودايما بندور على مدى الصلاحية تكون كبيرة زي ما حضرتك عارف الوقت عقبال ما توصل لأهلنا، فاحنا دايما بنكون حريصين حاجة سهلة التحضير ما تبقاش محتاجة غاز مش محتاجة مطابخ، وفي نفس الوقت تكون الصلاحية بتاعتها كبيرة شوية. في قمح، في دقيق، في فول علب، في مواد تموينة سكر، في حاجات كتير جدا. وقد بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نوفمبر الماضي في مد الجسر البري لتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة من خلال ضخ المزيد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وفرنا السلع الأساسية ما بين مكرونات ورز وزيت وسمنة ومية، كل المستلزمات اللي محتاجها القطاع احنا موفرينها النهاردة. انا فخور فعلا ان انا بروح اودي معونات لغزة وكده واخواتنا في فلسطين، ورحت 4 مرات هناك والحمد لله كل سواقين الشاحنات اللي معانا برضو نفس الموضوع. يعني حول المزيد من التفاصيل بشأن المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات للأشقاء الفلسطينيين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يطلعنا عليها زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، حيث نتابع مع حضراتكم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة. تعلمون أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف لحظة عن تجهيز عدد كبير من المساعدات الإنسانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم كل الدعم الإنساني المختلف وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة. نتابع معكم في هذه الخدمة الإخبارية تجهيز القافلة السادسة التي تتوجه مباشرة إلى معبر رفح البري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وهذه القافلة في مرحلتها الأولى والتي تتكون من أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية
أعمال مختلفة، نتحدث عن مساعدات غذائية وأيضا مستلزمات طبية يحتاج إليها أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى بعض الكراسي المتحركة وأيضا المياه. نتحدث عن تقريبا أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية التي ستذهب ضمن هذه القوافل من خلال مشاركة كبيرة من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نتحدث عن ما يقرب من 12 كيانا مختلفا يشاركون في هذه القافلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة، ويعني كما ترون الآن هؤلاء المتطوعون المتواجدون في هذه المنطقة يعملون على قدم وساق في تجهيز المساعدات المختلفة يعني إرسالها لقطاع غزة. هذه القافلة ستتوجه مباشرة إلى معبر رفح، وأيضا سيكون هناك تجهيز لقوافل أخرى تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذه هي الصورة وتفاصيل القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مرحلتها الأولى، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. تحية لكم من جديد. يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ولم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية. جهود مكثفة ودعم بلا حدود على مدار عقود، فمنذ عام 1948 وتحمل مصر على عاتقها القضية الفلسطينية، حيث حرصت على التأكيد دوما على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية والتي ترتكز على عدة محاور، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. وتوالت الجهود، وبدعم مصري مسبق أكد مجلس الأمن رؤية الدولتين ودعا للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية. وكان لمصر جهودا في إقرار خطة خريطة الطريق والتي تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جنيف في ديسمبر 2003 التي تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967، لتواصل مصر بذلك دفاعها المستميت عن القضية والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع، ومن ثم الإشراف على صفقة جلعاد شليط عام 2011. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، واشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017، إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني من الداخل لحل القضية. وكان ولا زال لمصر دور رئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة، ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021 والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. هذا الجهد متعدد الاتجاهات ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة والمستمر منذ أكتوبر الماضي، ونتجت عنه جملة من التداعيات
التأثيرات السلبية على المستوى الأمني والإنساني والسياسي شملت قطاعا كبيرا من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر من واقع مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية المبادرة بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات لمحاولة حصار هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان في إطار موقفها الثابت والراسخ في قضية العرب. تتخذ الدولة المصرية إجراءات عديدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على المستوى الإنساني أو السياسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. يظهر الإصرار المصري والدور الذي تقوم به الدولة في دعم الفلسطينيين، وذلك بتنفيذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة. لا للعدوان، لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية. مواقف ثابتة وراسخة لا يغيرها المكان ولا الزمان، تتبناها مصر وتؤكدها دوما على مر التاريخ، كان آخرها إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في 7 أكتوبر الماضي. فالقاهرة لم تألو جهدا لمساعدة الفلسطينيين سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، حيث تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيرة الحرب مع الأطراف كافة سواء الإقليمية، العربية أو الدولية، وهو ما مهد ليكون الدور المصري رئيسيا في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار. وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة إلى توصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة. يأتي ذلك بعدما طرحت القاهرة الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما وبشكل إيجابي للحل نهائيا للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية، ذلك من خلال خارطة الطريق التي طرحتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام، ذلك في 21 أكتوبر الماضي. الخارطة تضمنت ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، والتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، فضلا عن الانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. وقد احتضنت مصر العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الستة الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثل المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية. جهود حثيثة تمضي تحت مظلة لجملة من الثوابت المصرية، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساع لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، حيث أكدت مصر مرارا وتكرارا أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر، مشددة على أن التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد تحية، وكما نتابع أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مصر بتواصل الجهود المستمرة لوقف هذه الحرب وإغاثة الشعب الفلسطيني، قراءتك لهذه الجهود؟ هو طبعا في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. جهود مصرية بتبذلها من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم، مصر القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل الدولة المصرية. مصر تعي جيدا خطورة ما يحدث في قطاع غزة وما تنفذه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ اليوم الأول طبعا كان هناك دور مهم جدا للدولة المصرية أنها نشدت كل دول العالم للتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية والعمل على دخول المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة، وده اللي شاهده العالم ككل، وشاهده أيضا زعماء من دول العالم. يعني احنا وجدنا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يقف على باب المعبر للعمل على دخول المساعدات، ولكن كان هناك طبعا في البداية إعاقة من الجانب الإسرائيلي.
إلا أن الضغط المصري على المجتمع الدولي استطاع أن هو تفرض مصر رؤيتها وتفرض مصر سيطرتها ويتم إدخال المساعدات وإلى قطاع غزة وخاصة المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية، كما استطاعت مصر على الجانب الآخر أنها تستقبل عدد كبير من المصابين وعالجهم داخل الدولة المصرية وإقامة المعسكرات داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. ده سؤالي لحضرتك أستاذ جميل، أنه بالفعل المساعدات متواصلة، يعني مطار العريش الدولي واصل استقبال المساعدات الدولية، إضافة طبعا إلى معبر رفح بيفتح أبوابه بشكل يومي لاستقبال المصابين وعبور هذه المساعدات الإنسانية. كيف ترى هذه الجهود المصرية المستمرة سواء من خلال الحفاظ على يعني حل هذه القضية الفلسطينية، وعلى الجانب الآخر أيضا إغاثة الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات المستمرة التي لم تتوقف يوما؟ هو بالطبع المساعدات استطاعت الدولة أنها تنفذ المساعدات، وإن كان هناك كميات قليلة بتدخل نظرا للإعاقة الإسرائيلية، كانت مصر مع تحالف أيضا مع دولة الإمارات دولة الإمارات وفرنسا، وتم إسقاط المساعدات من خلال الجو. على الجانب الآخر مصر بتسعى بشكل مستمر لإيقاف العمليات العسكرية والعمل على حل القضية الفلسطينية. لهذا السبب نجد أن مصر كان ليها دور مهم جدا في قمة السلام التي عقدت في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، ثم بعد ذلك لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة وزعماء العالم، وكان هناك إشادات دائمة من قادة العالم ومن كل رؤساء العالم بالدور المصري والدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على وقف العمليات العسكرية والتهدئة. مصر كان ليها موقف واضح وصريح وهو حل القضية الفلسطينية، ويجب حل القضية الفلسطينية من أجل إحلال السلام في المنطقة، لأنه لن يكون هناك سلام ولن يكون هناك استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل مباشر. وهو ده كان استطاعت مصر أيضا أنها تغير وجهة النظر العالمية تجاه ما يحدث في قطاع غزة. كان أغلب دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي تؤكد على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد يوم 7 أكتوبر، إلا أن مصر وضحت أن ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، محاولة للتهجير القسري، حالة إبادة جماعية بتتم على الأرض. لهذا السبب نجد أن المواقف الدولية والمواقف العالمية تغيرت بشكل كبير. نجد أن المجلس الأمن أصدر قراره بوقف العمليات العسكرية أو الوصول إلى هدنة خلال شهر رمضان، ولأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم حق الفيتو في هذا القرار. إذن كان هناك رؤية واضحة من دول العالم بناء على ما تم إيصاله بشكل سليم من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية والموقف المصري الثابت بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعلن وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني أن دول مجموعة السبع أنشأت طاولة مستديرة دائمة بشأن هجمات قوات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، وشكلت واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر الماضي لحماية الملاحة البحرية من دون أن تتمكن من وقف الهجمات. في إطار تواصل هجمات قوات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، أعلن وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني أن دول مجموعة السبع التي تتولى بلاده رئاستها خلال العام الجاري أنشأت طاولة مستديرة دائمة بشأن تلك الهجمات. سالفيني أكد عقب اجتماع وزراء نقل دول مجموعة السبع في ميلانو شمال إيطاليا أن المجموعة أعطت الضوء الأخضر لإنشاء طاولة مستديرة دائمة. الوزير الإيطالي أضاف أن مجموعة السبع بعد هذا القرار أصبحت غير مضطرة لاجتماعات رسمية أخرى، ويمكنها التحدث عبر الهاتف في حالات الطوارئ، مشيرا إلى المشكلة الاقتصادية التي تمثلها هذه الهجمات على التجارة الدولية. كما أشار المسؤول الإيطالي إلى أنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها المرور في البحر الأحمر، زاد المرور عبر القارة الإفريقية بنسبة 130%، مع زيادة في وقت الملاحة لا تقل عن 10 أيام،
ما أدى إلى زيادة تكلفة نقل الحاويات، وبالتالي يتكبد المستهلكون تلك التكاليف. وفي البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع، دعت مجموعة السبع قوات الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية. ونفذت قوات الحوثي عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية منذ أكتوبر، مما أدى إلى اضطراب التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر. وفي هذا الإطار شكلت واشنطن تحالفاً متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية الملاحة البحرية من دون أن تتمكن من وقف الهجمات المتواصلة. ذكرت منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن الصراع الحالي في السودان الذي دخل هذا الأسبوع عامه الأول كان له أثر مدمر على الشعب السوداني، خاصة النساء والفتيات. أشارت منظمة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن الصراع قضى على المكتسبات التي قد تحققت في اتجاه الديمقراطية والاستقرار، وترك البلاد تعاني من انعدام الأمن في الوقت الذي تواجه فيه أزمة إنسانية كارثية. ودعت منظمة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل ضمان ألا يتحول هذا الصراع إلى أزمة منسية ومهملة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات السودانيات يدفعن ثمنا باهظا جراء العنف والأزمة الإنسانية التي لا تزال غير مرئية بصورة كبيرة من قبل العالم. وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية في مستهل زيارة رسمية للصين تستغرق 3 أيام. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن شولتز يزور الصين بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، ويرافقه مجموعة من كبار ممثلي عدد من الشركات الألمانية الشهيرة. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك إن الصاروخ الكوري الشمالي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، لم يكن ناجحا في رحلته الانزلاقية الأخيرة. ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن الصاروخ انطلق لمسافة 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي، واصفا ادعاءات بيونغ يانغ بأنها مبالغ فيها جزئيا. بدأت قوة الدفاع الذاتي اليابانية التدريب على تشغيل صواريخ كروز توماهوك الأرضية، حيث تخطط البلاد لنشرها اعتبارا من السنة المالية 2025 بهدف تعزيز الردع ضد الصين وكوريا الشمالية. رحب وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ببدء تدريبات توماهوك، مؤكدا أنها ستعزز قدراتها الدفاعية في المواجهة من أجل تعطيل وهزيمة أي قوة تسعى إلى شن هجوم على اليابان. させたところであります。昨年我が国とインドネシアは両国関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げをしたところですが。 شهدت قرية دار السلام بنصر النوبة في أسوان انطلاق قافلة علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة. تضمنت القافلة جميع التخصصات الطبية وصيدلية بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية تم صرفها بالمجان للمترددين على القافلة، وتم تحويل حالات للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين. القوافل العلاجية في ظل مبادرة السيد الرئيس هدفها الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البعيدة عن الخدمة الطبية. زي ما قلنا لحضراتكم بننفذ القافلة الطبية على مدار يومين. فكرة القوافل العلاجية زي ما قلنا لحضراتكم الوصول بالخدمة الطبية. النهاردة القافلة معانا بتضم 7 تخصصات طبية مختلفة، معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا خدمة الأشعة العادية، معانا خدمة الأشعة التلفزيونية، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم. الكشف والعلاج في القوافل بالمجان. بنبدأ فعاليات القافلة بعمل
عمل ندوة صحية تسخيفية لسكان المنطقة، بنتكلم في جميع الأمور الصحية والطبية اللي تهمهم، بنوجههم إزاي يحصلوا على الخدمة في القافلة أو إزاي يحصلوا على خدمة كاملة من مستشفيات وزارة الصحة. بيتوجه ثم المواطن بعد كده للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص، لو محتاج علاج دوائي، لو محتاج تحليل، محتاج أشعة، بيتم صرفه في القافلة بالمجان. بنوزع التمريض وبنوزع المستلزمات وبندي خدمة علاجية على أعلى مستوى لجميع القرى اللي تابعة للتابعين لحياة كريمة، وبندي أكثر من 130 صنف أدوية، وبندي تحويلات وتقارير على نفقة الدولة للمستشفيات المحيطة للمواطن. فيها جراحة وفيها عظام وفيها تحاليل وفيها سكر وضغط وأسنان وفيها كل هاي إن شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، يا ربنا يبارك فيهم ويكرمهم. ودوقت أنا عملت التحليل، عملت الكشف الضغط والسكر وحولونا على معمل التحليل، هعمل تحاليله كله مجاني، وبعد مع التحاليل هخش على العظام وأخش على الأعصاب وكله بالمجان. وربنا يبارك في الدكاترة ويبارك في الموظفين كلهم الشغالين، وكله كله يبارك في كله إن شاء الله يا رب العالمين، ويجعل مزيد حسناتهم يا رب. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتؤكد أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف لاحتواء الموقف. إيران تحذر إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم أكبر إذا ردت على الهجوم، وواشنطن تؤكد أنها ساعدت تل أبيب في إسقاط المسيرات والصواريخ. في اليوم 91 بعد 100 من الحرب الإسرائيلية، شهداء وجرحى في غارات متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.